السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم مادلين بالفواكه وعلى شكل صغير، فقط بتنين بيضة تحصلت على أكثر من 24 قطعة. سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. سنحتاج إلى 100 مللتر زيت عادي ما يعادل نصف كوب. نحتاج أيضا 100 مللتر حليب أو نصف كوب. نحتاج إلى نصف كوب نتاع السكر ما يعادل 125 غرام، ملعقة صغيرة خميرة الحلوى أو 10 غرامات، ملعقة صغيرة سكر فانيلا أو 10 غرامات. نحتاج أيضا إلى تنين بيض والفارينة أو الطحين أو الدقيق الأبيض ما يعادل 200 غرام أو كوب ونصف كوب. هنا في الإناء وضعنا البيض، زدنا عليه سكر فانيلا والسكر العادي، وغادي نخلطهم جيدا بالدراب الكهربائي حتى نشوفوا السكر داب تماما وتحصلنا على خليط يكون كريمي كما راكم تلاحظوا في الصوره. بعد غادي نضيف لهم الزيت بكميه قليله ونقعدوا نخلطوا، زدت ايضا الحليب نقعدوا نخلطوا، وفي الاخير سنضيف الفارينه او الطحين مع خميره الحلوى مع بعض، وغادي نخلطوا الخليط تاعنا جيدا. هنا من كمية قليلة استعملت فقط الدراب الكهربائي العادي، لكن من تكون عندي كمية كبيرة نستعمل العجان. هنا يا لي بلوي ولا هادو الفواكه يشبهوا للعنب، تقدروا تستعملوا العنب الطازج أو العنب المجفف. هنا راني نقسم فيهم على تنين باش من بعدها يطلقوا اللون تاعهم في العجينة. هيا للعجينة الآن سنضيف لها هاد الفواكه ونخلطوا جيدا. كما راكم تلاحظوا هذاك اللون البنفسجي تاعهم مطلق في العجينه. بالنسبه للقوالب استعملت هذا القوالب حجم صغير، هنا في الصوره بالك ماهمش يبانوا مليح، لكن كما راكم تلاحظوا شفتوا لي كيسات راهم صغار. هنا ملعقه واحده تملا هذوك القوالب، والكميه هنا تحصلت على 24 قطعه وتبقات لي كميه تاع عجينه وضعتها في قالب شويه كبير، يعني هذه الكميه تقدروا تتحصلوا حتى على 28 قطعه من هذا النوع نتاع لي مادلين. كما راكم تلاحظوا الكميه المتبقيه تاع العجينه وضعتها في واحد كبير. وهنايا راني نوضع كميه تاع السكر، تقدروا ما توضعوش السكر وتخلوها على الهيئه الاولى. والان راني مسخنه الفرن على درجه حراره عاليه 200 درجه مئويه ما يعادل 400 درجه فارنهايت، ومده الطهي تكون من 20 حتى 25 دقيقه او حتى تشوفوها تحمرت على هذا الشكل راكم تشوفوا فيه في الصوره. وبالنسبه للفواكه من غادي نفتح لكم واحده دوك تلاحظوا وكانه مربى، هذا النوع تاع المادلين ما يجيش ناشف. بالنسبه لملاحظه اليوم، الا استعملتوا العنب المجفف ماذا بكم وضعوه في الماء الساخن باش يولي هكاك طري ويولي لين، باش من بعد من يطيب لكم يقعد غايه هكاك طري في وسط المادلين. وايضا في مكان الفواكه تقدروا توضعوا حبيبات الشوكولا. وكما لاحظتوا هذا المقادير هم ربع الكميه نتاع المقادير اللي شفتوها معايا من قبل نتاع لي مادلين. هذا الفيديو عملته تلبية لبعض الاخوات اللي يبغوا كمية قليلة نتاع عجينة. وصلنا الى نهاية الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ونقولكم مع السلامة والى الفيديو الجاي ان شاء الله.